طيب بعد ما عملنا السيستم واتفقنا ايه هو ان ده الجزء اللي هندرسه، بنبدأ نتكلم على خصائص السيستم ده، النظام خصائص بتاعته، البروبرتيز اوف السيستم. فالبروبرتي ممكن تكون حاجة بتوصف السيستم، ممكن تقول درجة حرارته، ممكن تقول الضغط بتاعه، الحجم بتاعه، فالفوليوم ده بروبرتي، الماس، التمبتشر، البريشر، وحاجات مختلفة بقى. يعني لو عندي ده سائل، الفيسكوستي بتاعته، لو ممكن الثيرمال كوندكتيفيتي، حاجات دي يمكن ما تعرفهاش دلوقتي، بس في بروبرتيز كتيرة لأي مادة يعني في السيستم. طيب البروبرتيز دي ممكن نقسمها بشكل يعني عام كده لجزئين. جزء بنسميه انتنسيف بروبرتي، انتنسيف بروبرتيز، او اكستنسيف بروبرتيز. انتنسيف معناها انها ما بتعتمدش على الماس بتاع السيستم، زي مثلا الدنسيتي، الكثافه. فالدنسيتي دي اللي هي الماس على الفوليوم. فانت لو عندك سيستم ليه دنسيتي معينه وبعد كده قسمته اتنين، فاول ما قسمته اتنين النص اللي على الشمال ليه دنسيتي نفسها ونص على اليمين ليه نفس الدنسيتي. ميه، كوبايه ميه حطيتها في كوبايتين هيبقى ليهم نفس الكثافه، فما دام ما بيعتمدوش على الماس. لكن لو اتكلمت على الفوليوم، الحجم، في حجم الميه قبل ما تقسمه كان لتر، واحد لتر، قسمته على كوبايتين فالفوليوم بتاعهم قل. فالفوليوم دول اسمهم اكستنسيف بروبرتي، فده فوليوم او الماس ده اكستنسيف بروبرتي. لكن الانتنسيف بروبرتي زي الدنسيتي اللي هي الماس على الفوليوم، او زي التمبتشر والبريشر، ده دول انتنسيف بروبرتي. طيب ساعات احنا بنعمل حاجه بنسميها سبيسيفيك بروبرتي. سبيسيفيك بروبرتيز اللي هي ال سبيسيفيك بروبرتيز اللي هي الاكستنسيف بروبرتي زي الفوليوم، لما تيجي تقسمه على الماس فتقول الحجم لكل وحده كتله، فدي اسمها في صغيره او سبيسيفيك فوليوم. سبيسيفيك فوليوم. وفي عندنا بروبرتيز مخصوصه للثيرموداينامكس هنعرفها كمان شويه، ليها علاقه بالانرجي. فلو انت بتتكلم على انرجي بتاع السيستم، الانرجي اي صغيره، عاده الانتنسيف بروبرتيز بنكتبها بخط صغير، بسمول ليترز يعني بحروف صغيره. فالاي الصغيره اللي هي تساوي الاي كبيره على الام اللي هي السبيسيفيك انرجي. سبيسيفيك انرجي يعني الانرجي بتاع السيستم مقسوم على وزن السيستم. بالك ان الحاجات الصغيره دي بتبقى للانتنسيف بروبرتيز، الحاجات الكبيره بتبقى للاكستنسيف بروبرتيز، ما عدا في طبعا بعض الاكسبشنز زي temperature والpressure دول intensive، وبينما الماس extensive. لكن بشكل عام ال intensive small والextensive capital. طيب احنا برضو في لما بنتكلم على properties بتاعت thermodynamics بنتكلم على property بتاعت المادة كلها، فبنعتبر ان المادة دي مادة متصلة ما فيهاش فراغات في النص. فلما اجي اتكلم مثلا على density فبقول ايه ان density بتاعت الجاز، الهواء اللي في الاوضه ده، هي الماس بتاع الماس بتاعه على الفوليوم بتاعه. طيب لو انت بصيت بقى صغير جدا جدا هتلاقي ان الجاز ده عباره عن اكسجين ونيتروجين، ادي مثلا اكسجين وادي واحده تانية نيتروجين، وهما الاثنين عمالين يتحركوا. لكن لو بصيت عليهم كلهم هجمع مثلا الوزن بتاعهم كلهم على الحجم يبقى كده الدنسيتي. لكن لو قربت جدا هلاقي ان في جزء فيه مولكيولز وفي جزء فويد، في فراغ ما فيهوش حاجه. فالدنسيتي هنا عاليه جدا والدنسيتي هنا قليله جدا. بس انا ما بخشش بقى بالتفاصيل قوي لجوه، ما اقدرش. ممكن في بعض الابلكيشنز اعمل كده، لما انت بتصمم حاجه في النانو سايز دخلت بقى صغير جدا ففي فراغات بتبقى مهمه. الفراغ اللي في النص ده بيبقى يعني قريب من الـ او اسمه الفري باث، اللي هو الجزء اللي ما بين المولكيولز قبل ما يخبطوا في بعض، المسافه قبل ما يخبطوا في بعض. فالمين فري باث لما تاخد الافريج بتاع الاكسجين مثلا في الهواء 6 في 10 اس ناقص 8 متر. انت لو بتتكلم على سايز بتاع السيستم بتاعك قريب من كده فلازم تاخد بالك ان مش تقدرش تعتبره كونتينيوم، ما تقدرش تعتبره متصل. لكن في الحالات بتاعتنا كابلكيشنز احنا قلنا احنا بنعمل ماكروسكوبيك
ثيرمودينامكس او كلاسيكال ثيرمودينامكس. ففي الحاله دي بنعتبر ان كل ده متصل ببعضه وبنبص من بعيد شويه، وبنقول الدنسيتي بتاع الجاز هو الدنسيتي بتاع الجاز، لان احنا يعني في النهايه معظم الابلكيشنز بتاعتنا في السايز اللي احنا قريبين منه. الابلكيشنز اللي هي في النانو سايز دي حاجات جديده، بس لازم ناخد بالنا ان لو هتعمل الابلكيشنز هناك ما ينفعش تقول دنسيتي وانت ساكت، لازم تتكلم بقى على الفراغات اللي في النص.